وسهلا. وعليكم السلام. نعم أطول الأيام في تاريخ سيذكر تاريخ هذه اللحظة إن شاء الله. قرطاج في 25 من شهر جماد الأولى من سنة 41 و400 الموافق للعشرين من شهر جانبي من سنة 20 و2000. بسم الله. إلى السيد إلياس الفخفاخ، بعد الاطلاع على الفصل 89 من الدستور، وبعد الاطلاع على الرسالة الصادرة على السيد رئيس مجلس نواب الشعب المتضمنة لنتيجة التصويت على الحكومة التي تم تقديمها إلى مجلس نواب الشعب والمؤرخة في 10 من شهر جانبي من سنة 20 و2000، وبعد الاطلاع على المكتوب الموجه بتاريخ 13 من شهر جانبي من سنة 20 و2000 إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية المتعلق بالمشاورات الكتابية معها، وبعد الاطلاع على كل الردود التي توصلت بها رئاسة الجمهورية، وحيث أن الدستور خوله في الفصل 89 منه لرئيس الجمهورية تكليف الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة، متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير حتى تختار من يتراءى لها أنه الأقدر، غير أنه احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قامت بتوجيهها، فأن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية، بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وحيث أن الفصل 89 من الدستور نص في الفقرة 3 منه على الأجل الأقصى لتكوين حكومة وهو 1 ولم ينص على الأجل الأدنى، لذلك فأن المطلوب منكم تكوين حكومة في أقرب الأجال ابتداء من يوم غد 23 من شهر جانبي الجاري. دامت تونس حرة عزيزة أبد الدهر، ودمتم بخير. شكرا سيد الرئيس على الثقة اللي منحتها لي، وإن شاء الله هنكون عند حسن الظن وعند الأمانة. إن شاء الله نحن الأمانة واحدة، واعيين بالتحديات واعيين بشعبنا وانتظاراته وما عبر عنه في الانتخابات، في انتخاب سيادتك، وسنكون في هذا الخط وسنعمل من أجل إنجاح تونس ومن أجل إنجاح الأهداف التي جاءت من أجلها الثورة إن شاء الله بكل عزيمة وثبات. شكرا. هذه خارج التكليف، ولكنها رسالة في نفس السياق أتوجه بها أو بواسطتها إلى الجميع لأقول: احترمت احتراما كاملا الشرعية الدستورية، فالبنان لا تشير إلا لما ورد في الدستور من أحكام. اقترحكم من تفضل باقتراحكم، وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته كاملة أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.
أعلم أننا نعيش في هذا الوطن العزيز أدق مرحلة، فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كبيرة، ولكن إذا خلصت النوايا كلها فأننا قادرون على رفعها. تذكروا شهداءنا، فلولاهم لما كنا هنا، وتذكروا الجرح، فلولاهم لما كنا هنا. وصغوا إلى أنات العاطلين عن العمل، وإلى أنات الفقراء. قاوموا بعزيمة لا تلين، وسنقاوم معا. كل من عاث في هذا الوطن العزيز فسادا، ولا تأخذكم في تطبيق القانون لومة لائم، فكلنا أمامه سواء. أتوق فقط لما يتوق إليه شعبنا، أتحمل الأعباء والأوزار معكم. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي وفقنا جميعا، وقرأت بكل اهتمام وما التزمتم بتحقيقه إن شاء الله وما نلتزم بتحقيقه إن شاء الله.